نشرة الحصاد مباشرة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. جائحة كورونا، العالم أمام متحور جديد بطفرات متعددة. في إثيوبيا، أبي أحمد في أول ظهور له في جبهات القتال يقول إن قواته سيطرت على منطقة استراتيجية. روسيا والغرب، اتهامات متبادلة وتوتر متصاعد. وفي الرياضة، الاتحاد الافريقي لكرة القدم يجدد ثقته في الكاميرون لتنظيم كأس افريقيا للأمم. أهلا بكم من جديد. بداية، وعكس الرواية التي يروج لها المغرب بخصوص مذكرة التفاهم العسكرية التي وقعتها الرباط مع الكيان الصهيوني، تؤكد تصريحات حديثة لضابط سابق في الجيش الصهيوني أن الجزائر هي المقصودة من هذه الاتفاقية وفق حسابات إسرائيل، التي جعلت من النظام المغربي مجرد أداة لمشروع توسعي في المنطقة طالما حذرت منه الجزائر. وتأتي هذه التصريحات لتؤكد استقواء المغرب بإسرائيل شرعنة احتلاله للصحراء الغربية واستهداف الجزائر. نتابع الآن تصريح الضابط السابق في الجيش الصهيوني متدخلا في قناة إسرائيلية. إذا قمنا بالتوقيع على اتفاق مع دولة مثل المغرب تعاني من تهديد من حزب الله، نحن نعتقد أن لدينا هنا تهديدا مشتركا. من يعارض هذا الأمر عليه أن يدعم هذا الأمر. مثلا إذا كان الجزائر يريد أن يعطي مسرح للبوليساريو وللإرهابيين، هم يدخلون تحت ذات المظلة. ولذلك في النهاية على الجزائر أن تختار بأي جانب تريد أن تكون، في جانب الأخيار أم السيئين. الولايات المتحدة اليوم اعترفت عندما كانت إدارة دونالد ترامب، ومثل ما قال الضيف المحترم من باريس، أن كان يمكن لهم ألا يعترفوا بالمغرب. ولكن كيف تكون دولة جارة للمغرب تختلف بالرأي بهذا الموضوع؟ ماذا تريد الجزائر؟ هل تريد أن تقوم بخلق نوع من عدم استقرار في المغرب، أو هل تريد أن تقوي وتدعم إيران وحزب الله في المنطقة، أو أنها تريد السلام؟ عليها أن تقرر ماذا تريد. والآن نستعرض مشاهدينا الكرام نبذة عن قناة E24 الإسرائيلية ومالكها الملياردير باتريك دراهي، الذي يحمل الجنسيات المغربية، الفرنسية، الإسرائيلية والبرتغالية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع، حول اتفاقية تطبيع ومذكرة تفاهم، يلتحق بنا مباشرة من باريس الدكتور إسماعيل خلف الله، المختص في القانون الدولي. أهلا بكم دكتور. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا. إذن دكتور إسماعيل، المغرب يزعم أن اتفاقية التطبيع ومذكرة التفاهم العسكري تدخل فقط ضمن التعاون التقني بين البلدين، فيما تؤكد تصريحات الضابط الصهيوني أن الجزائر هي المستهدف الرئيس من هذه الاتفاقية. ما تعليقكم في هذا الموضوع؟ حقيقة
نحن قلناها من قبل، يعني قلنا وطرحنا ويعني هذه الفرضية التي كنا نقول عليها أنها فرضية، وكانت ربما جهات تهاجمنا وتتهمنا بالذهاب إلى يعني إعطاء تحاليل خاطئة، وكنا نقول بأن النظام المغربي يستقوي على الجزائر بالنظام أو بالكيان الصهيوني. فهذا الاتفاق الأمني يؤكد بصورة واضحة هذه الفرضية اللي كنا نقولها. الآن هذا الاتفاق الأمني الوحيد أو الفريد من نوعه الذي لم يتم مع دول عربية طبعت قبل أن تطبع المغرب مع الكيان الصهيوني، ولها جوار ولها يعني حدود مع هذا الكيان، ولكنها لم تذهب إلى إبرام اتفاق مثل هذا. هذا الاتفاق له أبعاد وأعماق مخابراتية قوية. على من تستقوي المغرب؟ تستقوي على الدول الجوار وعلى رأسهم الجزائر. الجزائر بحجة أن الجزائر في دعمها للشعوب في تقرير مصيرها، هذا هو جزائها، هذا هو جزاء الجزائر. لأنها الآن إذا شفنا المسؤول الإسرائيلي عندما يقول الإرهابيين، يصف البوليزاريو بالإرهابيين، هذه لا غرابة. عندما هؤلاء يصفون المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، هذه لا غرابة. فالآن هذا الذي كان من المفروض أن تكون له أن يحفظ ما وجهه، هذا الذي يدعي أنه رئيس لجنة القدس، هذا العاهل المغربي المفروض أنه يستقيل ويخرج الجماهير ويقول أن هذا القدس، وش من قدس هذه الآن التي أنت الذي تستقوي بهذا المحتل، بهذا الغاصب الذي يقتل أطفال فلسطين، الذي يدمر يهود يصهين القدس بنفسها، والآن وتبقى تاجر بقضية القدس. الآن اتضحت الصورة. هذا الاتفاق الأمني هو حقيقة استقواء على الجزائر. طيب دكتور خلف الله، الضابط الصهيوني في خلال حديثه أعاد إحياء مزاعم مغربية بأن حزب الله اللبناني يقدم مساعدات للبوليساريو. في رأيكم ما دلالات هذه التصريحات التي جاءت في هذا التوقيت بالذات، أي بعد توقيع مذكرة التفاهم العسكري؟ هذه لو نرجع لتصريحات وزير الخارجية الكيان الصهيوني على أرض الرباط عندما قال وخلق شماعة هكذا حتى تكون مبرر ليذهبوا لهذا ما ذهبوا إليه، هم كانوا يسارعون، هم استعملوا السرعة القصوى لكي يذهبوا إلى هذا الإبرام، هذا الاتفاق. كان وضع شماعة وقال أن الرباط وتل أبيب تتخوف وتقلق من علاقات الجزائر بطهران، وكأن الجزائر جابت طفرة ولا خرجت على العرف الدولي، وكأنها يعني هذا الدول، يعني أن الجزائر لها علاقة ضمن العلاقات الدولية مع طهران. هذه واعتبروها جريمة، اعتبروها جريمة، وعلى أنها تقلق المغرب وتقلق الكيان الصهيوني، مع العلم أن دول الخليجية اللي يستقوي بها أيضا النظام المغربي هي مطبعة ولها علاقات قوية مع طهران. لماذا لم تطرح هذه الإشكالية؟ ثم أيضا هذه لا غرابة أنهم نجدهم أنهم يصطنعوا أن حزب الله، كيف لحزب الله أن يتواجد في على الحدود الجزائرية؟ هذا 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 كله تدليس وكذب وصناعة. هم يريدون أن يصنعوا مبررات وجودهم. هو الآن الكيان الصهيوني كان لا يحلم بما حققه اليوم، كان لا يعني أنه لا يرى هذا في الحلم في المنام، وها هو الآن يحققه في الواقع. طيب دكتور خلف الله، النظام المغربي فتح له الأبواب وأعطاه هذه البطاقات اللي يتكلم بها. طيب يعني شكرا لك. شكرا لك دكتور خلف الله على هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من باريس. نددت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بتوقيع نظام المخزن المغربي اتفاقية تعاون مع الكيان الصهيوني، تضمنت عدة بنود في المجال الاستخباراتي والتدريب المشترك وبيع الأسلحة،
ووصف بيان الهيئة خطوة النظام المغربي بالاستفزاز غير المسبوق للشعب العربي ودول المغرب العربي تحديدا، كما دعت الهيئة شرفاء الأمة للوقوف في وجه هذا التهديد المباشر والعمل على إحباط مسار التطبيع الذي انتهجه النظام المغربي، وطلبت القوى التقدمية الحرة في المغرب بمواصلة الضغط على سلطة المخزن لإلغاء اتفاقية العار المبرمة مع الكيان الصهيوني. متحور جديد. هكذا أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تتابع المتحور الجديد لفيروس كورونا عن كثب، فيما رفع المركز الأوروبي مستوى القلق لديه بشأن السلالة الجديدة التي تفشت في جنوب إفريقيا إلى أعلى درجة مع تسجيل أول حالة إصابة بها في بلجيكا. العالم تحت رحمة متحور جديد، فبعد دلتا الهندي ها هو المتحور الجديد المتفشي في جنوب أفريقيا يرفع مستويات القلق. تتخوف منظمة الصحة العالمية من التحولات غير المعروفة الطارئة على هذه السلالة، فطفرات الوافد الجديد من عائلة كورونا يصفها أحد العلماء بأنها مروعة، بينما يقول آخرون إنه أسوأ متحور اكتشفوه. المتحور الجديد يحمل أكثر من 50 طفرة، 30 منها طرأت على البروتين الشوكي، بل إن الأجزاء المسؤولة على الاتصال بخلايا جسم الإنسان واختراقها طرأت عليها 10 طفرات مقارنة بطفرتين فقط في متحور الدلتا الذي اجتاح العالم. ويكمن القلق في أن اللقاحات التي تم تطويرها حتى الآن قد لا تكون فعالة في مقاومة هذه السلالة، ويخشى العلماء من أن تزداد سرعة انتشارها وتزداد أيضا قدرتها على خداع أنظمة المناعة البشرية. هذه المخاوف دفعت منظمة الصحة العالمية إلى عقد اجتماع طارئ لبحث كيفية التعامل مع المتحور الجديد وتحديد مدى خطورته، فيما سرعت بعض الدول الأوروبية والآسيوية إلى تحديث قوائمها الحمراء الخاصة بقيود السفر والاتجاه نحو منع الرحلات القادمة من جنوب القارة الإفريقية. المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض رفع مستوى القلق لديه بشأن هذه السلالة إلى درجة عال جدا، غير أن الأوروبيين تفاجأوا باكتشاف أول حالة من هذا المتحور في بلجيكا. وكانت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا قد أعلنت تسجيل 22 حالة إصابة بالمتحور الجديد، كما سجلت حالة أخرى في بوتسوانا، وأعلنت هونغ كونغ أيضا تسجيل إصابة واحدة لدى مسافر عائد من جنوب أفريقيا. للحديث أكثر حول هذا المتحور الجديد نربط الاتصال بالدكتور محمد ملهق الباحث في علم الفيروسات. أهلا وسهلا بكم دكتور. مساء الخير وشكرا على الاتصال. أهلا وسهلا. بداية دكتور، ما الجديد في هذا المتحور مقارنة بالسلالات السابقة؟ بطبيعة الحال المتحور هذا حدث نوع من الذعر، وهذا للخصائص الجديدة اللي تظهر لأول مرة، وهو العدد الهائل من الطفرات، إذ إلى حد الآن حوالي 30 طفرة من بينها 10 طفرات مسجلة على مستوى البروتين الشوكي اللي يستخدم عادة في صناعة اللقاحات، وهذا اللي يخلي العلماء الآن والخبراء والمختصين قلقين من هذا المتحور. هل بإمكاننا القول أن جرعات اللقاح وخاصة الجرعة الثالثة قد تحد من خطورة أي متحور جديد؟ الآن بالنسبة لهذا المتحور ما زال ما عندناش معلومات كافية عليه. أولا نحن اللي يهمنا في علم الفيروسات هو يهمنا في الخصائص. الخاصية الأولى هي سرعة الانتشار، الخاصية الثانية هي الخطورة، درجة خطورة الفيروس، والخاصية الثالثة الهروب المناعي أو مدى مقاومة هذا الفيروس للقاحات والأجسام المضادة عامة. الآن بالنسبة للجرعة الثالثة مازال ما نعرفوش خصائص الفيروس، إذا كان عنده هروب مناعي ولا ما عندوش هروب مناعي. بالنسبة للدلتا مثلا، دلتا عنده طفرتين فقط، إذا ما عندوش هروب مناعي ولكن يتميز بسرعة الانتشار. طيب دكتور، باعتقادكم لماذا يثير هذا المتحور بالذات المخاوف في الأوساط العلمية والطبية؟
بطبيعة الحال لأن لأول من الراكمة سلفنا الذكر لأول مرة يظهر متحور بهذه الطفرات الكثيرة، يعني يسجلوا عدد كبير من الطفرات، والطفرات تعتبر عادية في حياة الفيروسات، إنما لأول مرة في المتحور لكوفيد يظهر عدد من الطفرات، وهذا اللي خلى آثار قلق المجموعة العلمية، لأنه الآن الفيروس مازال ما انتشرش بسرعة كبيرة، مازال ما نعرفوش خطورته، ومازال ما نعرفوش درجة الهروب المناعي. كل ما موجود القلق مثار حول مجموعة من الاحتمالات وكذلك الاحترازات، لأنه لازم نحترز لأن لأول مرة يظهر معنا متحور بهذا النوع أو العدد الكبير من الطفرات. طيب دكتور، هل الإجراءات الوقائية هي نفسها يعني بخصوص المتحورات السابقة وهذا المتحور بالذات؟ نعم، يبقى الإجراءات الوقائية السارية المفعول هي نفسها وتعتبر فعالة ضد أي نوع من أنواع الفيروسات، هذا أولا. ثانيا، إلى يومنا هذا لم يثبت أي هروب مناعي للفيروس، فتبقى اللقاحات فعالة ضد هذا المتحور إلى أن يثبت العكس، كما كان بالنسبة الحال بالنسبة للمتحور دلتا، لما ظهر كان هناك تخوف من الهروب المناعي وعدم فعالية اللقاحات الموجودة، بينما تبين فيما بعد بأن اللقاحات تعتبر فعالة ضد المتحور دلتا. إذن هنا مازال نتكلم بتحفظ لأنه مازال دكتور ما عندناش. دكتور ملحق، نشكرك على هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من العاصمة. إلى ليبيا الآن، حيث أقدم مسلحون صباح اليوم على تنفيذ هجوم أطلقوا خلاله النيران على محكمة سبها الليبية لمنع محامي سيف الإسلام القذافي من تقديم طعن رفض ملف موكله. في وقت يتطلع الليبيون لمعرفة قائمة الأسماء المرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة، وبينما كان محامي سيف الإسلام القذافي يتجه نحو محكمة سبها لتقديم طعن لدى المحكمة لرفض ملف موكله، باغت مسلحون مجهولون موظفي المحكمة بهجوم مستخدمين الرصاص الحي وأجبروا الجميع على مغادرة المكان. مشهد يروي الواقع المرير الذي تعيشه ليبيا قبل أقل من شهر عن موعد الرئاسيات. رغم إصرار المجتمع الدولي والأمم المتحدة على إجراء انتخابات شفافة وفق خارطة طريق ملتقى الحوار الليبي وقرارات مجلس الأمن، إلا أن هناك من يرغب في ضرب كل الاتفاقيات واللوائح عرض الحائط لبعث رسائل مشفرة يستعرض من خلالها عضلاته على الجميع. ندين بشدة الهجمات المسلحة على محكمة سبها، ونشدد على أهمية حماية العملية الانتخابية. الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة في العمليات السياسية. وزارة العدل الليبية اعتبرت منفذي الهجوم بالخارجين عن القانون وسارعت لفتح تحقيق في الحادثة. وكانت المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية أعلنت عن إقصاء 25 مترشحا من أصل 98. تطورات متسارعة في المشهد الليبي قد تحمل الساعات القادمة أنباء عن سقوط أسماء أخرى من قائمة المترشحين، ليبقى مضمار السباق نحو الرئاسيات في ليبيا بحسب ملاحظين صراع أسماء وأجندات لا صراع برامج. قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن قواته تمكنت من تحرير منطقة استراتيجية تقع على الطريق الدولي بين إثيوبيا وجيبوتي، وذلك في أول ظهور له بجبهة القتال، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الفرقاء في إثيوبيا إلى ضرورة إيجاد طريق لوقف إطلاق النار. من جبهة القتال يطل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ليعلن عن تمكن جيشه من تحرير مناطق في إقليم عفر الاستراتيجي، حيث طريق الدولي الرابط بين إثيوبيا وجيبوتي، وأنه يواصل المسير نحو مناطق أخرى لتحريرها، مفاخرا بأن جبهة تحرير تيغراي ليس لها القدرة الكافية على مواجهة الجيش الإثيوبي. أمام اشتداد المعارك واقترابها أكثر من مشارف العاصمة أديس أبابا، تظاهر الآلاف من المواطنين مبدين دعمهم الكامل لأبي أحمد وحكومته،
يتزامن ذلك مع تطوع العشرات من العسكريين المتقاعدين في صفوف الجيش الفيدرالي الإثيوبي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش حث من كولومبيا الأطراف المتصارعة على إيجاد الطريق المناسب لإيقاف النار في إثيوبيا والاقتداء بالتجربة الكولومبية. طريق الوصول إلى السلام بكولومبيا يلهمني لدعوة المتصارعين في إثيوبيا لإيقاف النار بدون شروط وبشكل كلي وإنقاذ البلد، والتمكين للحوار بين الإثيوبيين لحل الأزمة أيضا، والتمكين لاستقرار المنطقة. أتمنى أن تكون كولومبيا مثالا يحتذى به للمسؤولين في إثيوبيا. أمام هذه التطورات أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بعد ورود معلومات عن نزوح واسع النطاق لسكان غرب تيغراي وسط مخاوف من وقوع تطهير عرقي. شهدت العاصمة العراقية بغداد خروج المئات من أنصار الأحزاب الخاسرة في الانتخابات البرلمانية مطالبة بإلغاء نتائجها. من جهتها اتهمت اللجنة التنظيمية للمظاهرات والاعتصامات الرافضة نتائج الانتخابات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتماطل والاستهانة بمصائر ومستقبل العراقيين. وتدخل حركة الاعتصامات الاحتجاجية شهرها الثاني عند بوابتي المنطقة الخضراء. طلبت المنظمة الدولية للهجرة جميع أطراف النزاع في اليمن بالكف الفوري عن تبادل أي شكل من أشكال الأعمال العدائية، وقالت إن النزاع المسلح هناك يتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين بينهم نازحون. من جانب آخر، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية ضرب مواقع عسكرية لجماعة الحوثي في مأرب وصنعاء، وهدد بوضع قيادات الجماعة ضمن بنك الأهداف العسكرية. هذا واتهمت منظمة Human Rights Watch جماعة الحوثي باستهداف المناطق المأهولة في مأرب وتهجير سكانها، وقالت إن القتال الشديد بين قوات الحكومة والحوثيين يساهم في زيادة تردي أوضاع المدنيين. أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخاوفها من تسريح إيران لأنشطتها النووية وزيادة القيود المفروضة على المفتشين الدوليين من قبل مصالح الأمن الإيرانية. من جانب آخر، قال الناطق باسم الخارجية الأمريكية إن قرار إيران عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤشر سيء على إرادتها الفعلية في التفاوض إلى مسار تفاوضي يحيي اتفاق لوزان، أو إلى تصعيد جديد يؤجج التوتر بين إيران والغرب. يبدو أن الطريق نحو فيينا لإعادة إنتاج مثل هذه الصور لن يكون سالكاً ودونه عقبات قد تقلص فرص إحياء لوزان في فيينا. طرف آخر يدخل على خط الملف النووي الإيراني قبل أيام قليلة من توجه الخصوم والحلفاء نحو استكمال 7 جولات المفاوضات التي ستكون لأول مرة مباشرة، وهو كيان إسرائيلي يسعى لاحتلال مكانة في معادلة نووي إيران تحقق له هدف عدم تكرار ما يعتبره خطيئة كبرى في اتفاق لوزان 2015، إضافة إلى التوصل إلى اتفاق ببنود جديدة لا تقيد المشاريع النووية الإيرانية فحسب، وإنما تشمل أيضا الصواريخ وأنشطة طهران في المنطقة برمتها. أهداف يضعها الكيان نصب عينيها ولا يتردد لتحقيقها في توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية وفق تصريحات لوزير دفاع الاحتلال بيني غانتس، ضربة حذرت واشنطن حليفتها من أن تنفيذها سيكون له عواقب عكسية، واستهداف المنشآت الإيرانية قد يؤدي إلى رد فعل مبالغ فيه من طهران. أجواء مشحونة تتسيد المشهد بين إيران والغرب ألقت بظلالها على اللقاءات التي عقدها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مع مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي ووزير الخارجية حسين عبد اللهيان، والتي انتهت كما بدأت دون تحقيق أي تقدم بين الطرفين، بل إن الوكالة أثارت مخاوف من تقدم البرنامج النووي الإيراني والقيود المفروضة على عمل المفتشين الدوليين.
قال الأمين العام لحلف الناتو إن روسيا ستتحمل عواقب وخيمة في حال أقدمت على استخدام القوة ضد أوكرانيا، يتزامن ذلك مع إعلان بريطانيا نقل معدات عسكرية إلى ألمانيا تحسبا لمواجهة محتملة. هل اقتربت المواجهة بين موسكو وكييف وحلفائها الغربيين؟ التصريحات والدلائل على الأرض ربما تشي بذلك. أحدث فصولها تهديد مباشر من الأمين العام للحلف الأطلسي لروسيا، قال فيه إنه إذا استخدمت موسكو القوة مع أوكرانيا فستتحمل عواقب وخيمة. سبقه قبل ذلك بساعات إعلان بريطانيا على لسان قائد القوات البرية الفريق رالف فودس نيتها نقل معدات عسكرية إلى ألمانيا تحسبا لما وصفته مواجهة عسكرية مع روسيا. يتصاعد التوتر بين موسكو من جهة والغرب من جهة أخرى منذ مطلع الشهر الجاري على خلفية المناورات العسكرية التي أجرتها واشنطن والنيتو في البحر الأسود، مناورات اعتبرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استفزازا مباشرا لروسيا، ورد بتوقيع مرسوم يقضي بتقديم الدعم الإنساني لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في دونباس شرق أوكرانيا. الخطوة فهمت من طرف الغرب على أنها تمهيد لضم المنطقة. ارتفع منسوب التوتر أكثر عندما أعربت واشنطن والاتحاد الأوروبي عن قلقهما بشأن حشد قوات روسية مؤخرا على حدود أوكرانيا. المخاوف غذتها تقارير وسائل إعلام أوكرانية وغربية بهجوم وشيك للقوات الروسية على أوكرانيا، لكن الكريملين وصف هذه التصريحات بحملة إعلامية تهدف إلى زيادة حدة التوتر، وتحاول بعض الدول من خلالها تصوير روسيا كجانب يهدد عملية تسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا. فهل تصدق الرواية الغربية بشأن نوايا روسيا؟ ويقدم بوتين على إعادة الكرة في دونباس مثل ما فعلها مع جزيرة القرم في 2014. أثارت الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تتضمن مطالبة فرنسا باستعادة المهاجرين الذين عبروا بحر المانش، أثارت غضبا فرنسيا أعقبه إلغاء وزير الداخلية الفرنسي دعوة نظيرته البريطانية للمشاركة في اجتماع حول الهجرة كان مقررا عقده الأحد. هذا ووصفت الحكومة الفرنسية رسالة رئيسي الحكومة البريطانية للرئيس الفرنسي بأنها غير لائقة. يذكر أن رسالة جونسون أتت غدا غرق 27 شخصا في بحر المانش. مشاهدينا إلى أخبار الاقتصاد بعد هذا الفصل القصير. إلى الجولة الاقتصادية مع الزميل وليد مذكور. أهلا بك وليد. أهلا زميلتي ميساء. إذن نبدأ الحصد الاقتصادي، حيث اهتزت أسواق المال والأسهم العالمية الجمعة على وقع مخاوف من تفشي متحور جديد لفيروس كورونا المستجد مقاوم للقاحات. واجتاحت الأخبار السيئة المتسارعة عن المتحور الجديد أسواق شرق آسيا، وأحدثت اضطرابا في أسواق الأسهم والعملات في أوروبا والعالم. على وقع أنباء زحف متحور جنوب إفريقيا المستجد تهتز أسواق الأسهم العالمية. سارعت منظمة الصحة العالمية إلى إطلاق تحذير من الدرجة الثالثة بشأن سلالة جديدة وصفتها الهيئة الأممية بالخطيرة وبائياً. أنباء تلقفها ثاني أكبر اقتصاديات العالم سريعاً حينما لجأت السلطات الصينية لإلغاء ثلث الرحلات الجوية من وإلى مطار شانغاي أكبر المنشآت الجوية من حيث الحركية الجوية في العالم. على النحو ذاته أعلنت المغرب غلق حدودها الجوية مع فرنسا الوجهة الرئيسية لرحلات المملكة. مؤشر أولي عن دخول العالم تحت وطأة شبح العودة لسياسات الإغلاق العام مع تجديد 7 دول أوروبية القيود على النشاط التجاري والخدماتي،
في خطوات متزامنة مع تلك المتخذة من طرف السلطات البريطانية التي سارعت لإعلان غلق حدودها أمام الوافدين من 6 دول إفريقية محاذية لجنوب إفريقيا. إغلاق جزئي كانت تداعياته فورية على أسواق السلع الأولية بتراجع قياسي لأسعار النفط التي فقدت 5 دولارات خلال التداولات الصباحيات المبكرة لتسجل أكبر خسارة يومية منذ نحو 2 شهرين. انخفاض في الأسعار عصف أيضا بكبرى البورصات التي اكتست اللون الأحمر بانخفاض شامل للأسهم الأوروبية مسجلة أسوأ جلسة لها منذ أكثر من عام. تراجع ملفت سبقته الأسواق الآسيوية التي أغلقت تداولاتها الجمعة على انخفاض يعد الأعمق في 1 شهر بتسجيل مؤشر نيكاي الياباني الرئيسي لأدنى مستوى له منذ نحو 5 أشهر. هذا وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد الجمعة في ظل تفاقم المخاوف من تراجع الطلب العالمي إثر انتشار سلالة جديدة من كورونا في جنوب أفريقيا. أعمقت أسعار الخام من خسائرها اليومية متجاوزة 8 دولارات في تداولاتها المبكرة لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 2 شهرين. تراجعت العقود الآجلة لخام برانت القياسي العالمي بأكثر من 10% لتصل إلى 73 دولار للبرميل في أدنى سعر له منذ 16 سبتمبر المنصرم، في حين هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط قياسي الأمريكي بنسبة 12% ليتم تداوله عند 70 دولار للبرميل في أدنى مستوى له منذ 30 جويليا الماضي. في شأن متصل، ارتفعت أسعار البنزين في محطات الوقود الأمريكية قبل عطلة عيد الشكر إلى أعلى مستوى في 9 سنوات. وكشفت بيانات أمريكية أن المتوسط الوطني لأسعار البنزين في الولايات المتحدة بلغ 3.4 دولارات ما يمثل أعلى مستوى له في 2012. لا تزال الأسعار والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي تواصل ارتفاعها وتؤرق الحكومة الأمريكية التي تواجه ارتفاعا غير مسبوق في معدل التضخم منذ 30 عاما. يواجه المغرب أسوأ أزمة جفاف تعصف بالبلاد منذ عقود بتراجع المنسوب الإجمالي لسدود المملكة بنحو 60% في ظرف أقل من عام. وضع أجبر السلطات المغربية لإعلان حالة طوارئ بشمال البلاد في وقت يهدد الشح المائي القطاع الفلاحي، أبرز ركائز اقتصاد المملكة المغربية. في ذروة موسم التساقطات المطرية تتعمق حالة الشح المائي التي تعصف بالمغرب لتتحول إلى أزمة جفاف حادة تعصف بكبرى الأحواض المائية على غرار السدود بتراجع معدلات التساقطات المطرية بحدود النصف السنة الجارية للعام الثالث على التوالي. أمطار شحيحة رسمت عجزا مائيا عبر 7 أحواض مائية كبرى بالمملكة شمال البلاد بتسجيل انخفاض منسوب السدود بنسبة تجاوزت 34% في ظرف عام واحد، لتصل الكميات المحجوزة إلى 5 ملايير متر مكعب، ما يمثل تآكل نحو 60% من منسوب سدود المملكة في أقل من 12 شهرا. وضعية حرجة تهدد مساحات فلاحية واسعة وتعصف بنشاط المئات من الفلاحين ركيزة الاقتصاد المغربي. مؤشرات سارع وزير التجهيز والماء في المغرب نزار بركة إلى وصفها بالمقلقة في أعقاب اعترافه أن الوضعية المائية تسببت في عجز تزويد ساكنة 3 أحواض كبرى بالماء الشروب على غرار ملوية التي شهدت جفاف أطول أنهار المملكة لأول مرة في التاريخ، ما دفع بالسلطات إلى إعلان حالة طوارئ شح مائي شمال المملكة.
آخر تقرير في الحصاد الاقتصادي، أعود إليك زميلتي ميساء. شكرا لك وليد. نعم. إلى الجولة الرياضية الآن بعد هذا الفاصل. النشرة الرياضية الآن مع الزميلة خديجة. أهلا بك خديجة. أهلا بك ميسا. أهلا بكم مشاهدينا إلى الفقرة الرياضية. بداية، أنهت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم الكاف الجدل القائمة حول عدم جاهزية الكاميرون لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2021، وذلك خلال جمعيتها العامة الاستثنائية التي أقيمت صباحة اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة. الفرصة كانت مواتية لرئيس الهيئة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي لتجديد ثقته في الكاميرون، واضعا بذلك حدا لشائعات تأجيل أو تغيير مكان البطولة. البند والجزر الذي شهدته إفريقيا مؤخرا بسبب مصير تنظيم كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون أبطل مفعوله اليوم رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، الذي استغل فرصة عقد الجمعية العامة الاستثنائية بمقر هيئته بالقاهرة للتأكيد على استعداد القارة ككل لإنجاح عرسها المرتقب. الجنوب إفريقي الذي حضر رفقة كبار المشهد الرياضي على غرار رئيس الاتحاد الدولي للعبة جياني أنفانتينو وضع حدا للشائعات التي تحدثت عن نقل المرتقب للكان لبلد آخر غير الكاميرون قبل أقل من 45 يوما عن انطلاق التظاهرة. موتسيبي الذي بدأ غير قلق مبتسم ومطمئن البال قرر رفقة فاعلي المكتب التنفيذي للكاف وأعضاء الجمعية العامة إجراء كأس السوبر الإفريقي التي من المنتظر أن تجمع بطل تشامبيونز ليج الأهلي المصري وبطل الكونفدرالية الإفريقية الرجاء المغربي في قطر على أن يتحدد الموعد لاحقا. هي طلة أباد بها رئيس الكاف الكلام الكثير الذي قيل حول مقدرة إفريقيا على إنجاح عرسها، ولا يبقى إلا انتظار مطلع العام المقبل للوقوف على صحة الأمر. من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الإفريقي عدم وجود أي تغيير على نظام الملحق الإفريقي المؤهل إلى كأس العالم، موضحا أن مباريات الملحق ستقام بنظام الذهاب والعودة بعد شائعات عن إمكانية تحديد المنتخب المتأهل من مباراة واحدة، كما ستخوض المنتخبات الأفضل تصنيفا مواجهة الذهاب خارج أرضها على أن تلعب مباراة العودة على ملعبها، مع وجوب استعمال تقنية الفار في كل الملاعب التي تحتضن التصفيات. من جهة أخرى، وافقت الجمعية العامة بالاتحاد الإفريقي على إطلاق مسابقة السوبر ليج الإفريقي بداية من الموسم المقبل، وجاء تأييد الجمعية العامة بعد موافقة رسمية من جياني أنفانتينو رئيس الفيفا بتأسيس دوري السوبر الإفريقي بمشاركة 20 فريقا بشكل ثابت مع تغيير فريق واحد أو اثنين كل موسم. ومن المقرر أن تشهد البطولة الجديدة مشاركة أفضل أندية القارة الإفريقية حسب تصنيفها وإنجازاتها في السنوات الأخيرة. وبخصوص قضية إجراء بطولة كأس العالم كل عامين، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو إن من يعارضون إقامة كأس العالم كل عامين لديهم خوف من التغيير ورغبة منهم في الحفاظ على مناصبهم. نسعى إلى تحقيق حلم العديد من محبي كرة القدم عبر العالم بإجراء المونديال كل سنتين. من الواضح عندما تتشاور وتستشير تجد أن هناك من يفضل وهناك من هو ضد، وهذا طبيعي وموجود في كل قطاعات الحياة، لأنه بطبيعة الحال عليك أن تتحلى بالصبر والحوار. لكن الأكيد أن الأشخاص الذين هم ضد هذه الفكرة وهم كبار اللعبة لا يريدون تجسيدها خوفا من تعرض مناصبهم لأي مخاطر، ونحن نقدر ونحترم ذلك، لكن في الوقت نفسه لا يمكننا إغلاق الباب ولا بد من الإبقاء عليه مفتوحا، وسنعمل على إقامة كأس العالم كل سنتين. صحبت اليوم في مدينة زيورخ السويسرية قلعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وتأكد غياب أحد بطلي النسختين الأخيرتين البرتغال وإيطاليا بعد وقوعهما في المسار ذاته ضد مقدونيا الشمالية وتركيا، ما يعني أنهما في حال تجاوزا الأخيرتين سيلتقيان في نهائي هذا المسار لتحديد أي منهما سيبلغ النهائيات.
في موضوع آخر، عبرت اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط خلال آخر اجتماع لها بالعاصمة اليونانية أثينا، عبرت عن قلقها لسير تحضيرات الطبعة 19 للألعاب التي تستضيفها وهران صيف 2022. وقالت الهيئة الدولية أن وتيرة الأشغال لا تسير بالشكل اللازم مع تسجيل تأخر في إنجاز العديد من المنشآت التي ستحتضن هذه الطبعة، خاصة مع اقتراب الموعد. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عزيز درواز، محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط. أهلا بك سيدي. إذن اللجنة المنظمة لألعاب البحر المتوسط في آخر اجتماع لها سجلت تحفظات، بعض التحفظات دعني أقول، حول مدى قدرة وهران على استضافة الألعاب، ألعاب البحر المتوسط، خاصة في ظل تأخر بعض الأشغال. ما هو ردكم على هذه التحفظات سيدي؟ مساء الخير. على كل حال اللجنة الدولية قدمت يعني بعض الملاحظات حتى لو قاسية على بعض النقاط تتعلق بالاجتماع اللي اجتماع كل أعضاء اللجنة الدولية هو اللي كان في مدينة أثينا، وكان المفروض الاتصال عن طريق الانترنت المباشر مع المدير العام للألعاب سيد سليم إلياس، والاتصال ما وقعش لأسباب تقنية. أما بالنسبة للموضوع تأخر بعض الملفات في تحضير تنظيم الألعاب، هذا تأخر معروف منذ مدة، ونحن يعني في عمل مستمر باش مدينة وهران والجزائر تكون في الموعد المبرمج يوم 25 جوان لاحتضان هذا الحادث العام. طبعا من الأمور يعني اللي تبقى يعني وتقدم نوع من القلق المنشآت الرياضية تاع قصر الرياضة الجديد والمسبح الجديد اللي هما حقيقة تعطلوا، لكن منذ شهر ونص وزيارة الوزير الأول إلى مدينة وهران نجمون نقولوا باللي الشيء اللي يتقدم كأشغال في شهر ونص يتجاوز الشيء اللي يتقدم منذ سنة ونص، ونقدر نقول باللي القرية الأولمبية ستكون جاهزة 100% في الوقت اللازم لاحتضان الألعاب البحر المتوسط طبعا 19 في 2022. بالنسبة لبعض الملفات، بالنسبة لبعض الملفات الأخرين اللي تتعلق ببعض البنود الهامة قضية دي مارشي بيبليك، على كل حال خدينا كل إجراءات باش يكونوا هذا وصلت الرسالة يعني. سيد عزيز درواز نعم. شكرا لك على هذه التوضيحات، كنت معنا عبر الهاتف. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الورقة الرياضية، عودة إليك ميساء. شكرا لك خديجة. الآن إلى الثقافة وإلى رقمنة المكتبات، حيث تعرف الرقمنة توسعا كبيرا في مختلف المجالات، فالمكتبة مثلا وخاصة ذات الطابع التراثي تبنت مشاريع الرقمنة، وأصبح للعديد منها منصات رقمية تحفظ رصيدها الهائل من الكتب والمخطوطات، وتسهل لمستعمليها الولوج إليها على غرار المكتبة الوطنية الجزائرية.
المكتبة الوطنية الجزائرية إلى عالم الرقمنة الدقيقة، منصة إلكترونية تشمل كل الرصيد المعرفي والوثائقي للمكتبة في استجابة ضرورية حفظا للرصيد من جهة وتلبية لاحتياجات الولوج إلى المعلومات وفقا لمتطلبات الباحثين عنها من جهة أخرى. موقع الإلكتروني وبوابة الإيداع القانوني ومدونة الإيداع القانوني وبوابة الناشرين، وهذا هو مشروع وخطوة نحو التقدم في مشروع الرقمنة الشاملة للمكتبة الوطنية التي نحرص أن تكون في مصاف المكتبات العالمية، لأنها تحوز على وثائق ونفائس نادرة. تزخر المكتبة الوطنية بكم من هائل من المخطوطات النادرة، فبات الاهتمام بها والسهر على عدم إضاعتها أولوية قصوى، ما دفع بالمكتبة الوطنية الجزائرية إلى مراجعة سياسة حفظ مجموعاتها من هذه المخطوطات. كل ما يتم إنجازه أو من خلال يعني القيام بالمهمات المكتبة الوطنية عن طريق الرقمنة يكون حينيا ويكون مباشر، بهذا يمكن التغلب على مسألة التواصل ومسألة استدراك التأخر. موقع المكتبة الوطنية هو موقع إلكتروني صمم من أجل تسهيل خدمات المكتبة الوطنية، كذلك من أجل رقمنة الرصيد الوثائقي الموجود في المكتبة وكذلك التراث الوثائقي، جل هذه من أجل الوصول إلى مصاف المكتبات العالمية، والواقع كذلك يفرض علينا هذه العملية. من جهتهم رحب الطلبة والباحثون بهذه المنصة الرقمية من حيث هي تمدهم بالمساعدة القيمة. كنت أوبليجي نحوس الكتابات مانويلمون، دوكا تولي بلو فاسيل نلقاها تمتم، وثاني كاين اللي بالك ما يقدروش يجوا ديبلاسيو لهنايا تولي تجيهم فاسيلمون يحوسوا على الكتابات اللي يسحقوهم. أحسعدنا بزاف المنصة هذه اللي داروها، باسكو لا بلوبار دي ستوديون ما يقدروش يديبلاسيو حتى لا بيبليوتيك وما عندهمش الكتابات والمصادر هذوما، تما سافا فاسيليتي لي شوز بور لي ستوديون، يدخلوا في المنصة هذه يجبدوا الكتابات ويقدروا يخدموا أليز. هي الرقمنة كوسيلة تكنولوجية تتيح إنتاج نسخ إلكترونية بديلة عن الوثائق الأصلية، وتكون أكثر قابلية للاستعمال مع ضمان حفظ الرصيد المعرفي من الضياع. بهذا الخبر الثقافي نصل إلى نهاية نشرة الحصاد، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جائحة كورونا العالم أمام متحور جديد بطفرات متعددة. في إثيوبيا أبي أحمد في أول ظهور له في جبهات القتال يقول إن قواته سيطرت على منطقة استراتيجية. روسيا والغرب اتهامات متبادلة وتوتر متصاعد. وفي الرياضة، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يجدد ثقته في الكاميرون لتنظيم كأس إفريقيا للأمم. نهاية النشرة، وتتابعون بعد قليل مشاهدينا نص الحوار الكامل الذي أجراه رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون مع ممثلي بعض القنوات الوطنية، أين تطرق لعديد القضايا الوطنية الإقليمية والدولية. في أمان الله.